الشعارات واللوائح. في المدرج وما ادري ليش علم الجزائر موجود. يانك ساكبو يسجل هدف للتقدم لمصلحة الرسل من أول محاولة على المرمى، ويصنع الفارق هنا في هذا اللقاء قبل النهاية ربما في شوط المباراة الأول بعشر دقائق. ساكبو يواصل أرقامه الجيدة على مستوى الهدافين ويقترب تدريجيا من أن يكون الهداف التاريخي.